بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم في المحاضرة الجديدة من مساق للذكاء الاصطناعي. اليوم إن شاء الله تعالى حنبلش بالشابتر الرابع اللي هو عفوا أنا في عندي خطأ شابتر أربعة الشابتر الادفيرسيال سيرش أو ما يعرف بالجيم بلاينج. طبعا لما نتكلم احنا عن ادفيرسيال سيرش واحنا نتكلم على البحث في وجود الخصوم، البحث في وجود الخصوم، والسبب انه انا فعليا عاده لما بلعب الجيمز بكون في عندي اكثر من طرف بيلعبوا، احدهما حيربح الجيم والاخر حيخسرها، وبالتالي احنا قاعدين نتكلم على انفايرومنت مختلفه تماما عما كان موجود سابقا في الريلاكسد بروبلم. في الريلاكسد بروبلم قلنا انه في عندي المشكله معروفه وواضحه، البيئه ما فيش فيها ديترمينستيك، البيئه الموجوده عندي، وبالتالي انا السنجل بلاير الموجود في البيئه هذه اللي هو الايجنت تبعي، سواء كنت بتكلم على الفاكوم كلينر الروبوت اللي بده ينظف او العناصر الثانيه. لكن لما بتتكلم مثلا على سبيل المثال على السياره، قلنا السياره مش بس البلاير الوحيد اللي سيارتي، اللي طبعا لما اتكلم على الايجنت الاوتو درايفنج كار، مش البلاير الوحيد اللي في البيئه عندي سيارتي، لا انا في عندي سيارات ثانيه ممكن تكون موجوده، ممكن تضيق علي، ممكن كذا. في الجيمز الامور تزداد ضراوه وتزداد مشاكلها اكثر، لانه على في مثال السياره انا ما حدش بده يفوز، الطريق بيسع الي وبيسع للسيارات الثانيه، وبالتالي انا ما عنديش مشكله في اني انا وياهم نقود، لكن بتكون في محاذير اكثر في القياده. لكن في اللعبه بما انه انا في واحد حيفوز والثاني حيخسر، معناته لا المشكله حتكون عندي اكبر. بالبارت الاول هذا حنتكلم ان شاء الله عن هيك مشكله، وبالتالي انا بتكلم انه الشابتر هذا بغطي الكومبتيتيف انفايرمنتس. الكومبتيتيف انفايرمنتس يعني بتكلم عن عندي مالتيبل ايجنتس which the agents goals are conflict. وطبعا عاده لما بتكلم على كومبتيتيف قيمه تنافسيه، لما بيكون اكس واي بتنافسوا، معناته زي ما قلنا مكسب اكس خساره واي والعكس صحيح. Giving adversarial search, adversarial search problems often known as games. وبالتالي احنا بنتكلم على الألعاب. الشغلات اللي حنغطيها ان شاء الله في الشابتر هذا، حنمر بشكل سريع نتعرف على بعض الالعاب اللي بتمثل الستيت اوف ارت ونتكلم على تاريخهم، نتكلم على انواع الالعاب اللي حنتكلم عليها، بعد هيك حننتقل على الميني ماكس الجوريثم فور الزيرو سم جيم، اللي هي الجيمز اللي ممكن يكون فيها تعادل ما بين الخصوم الموجودين عنده. حنتكلم على الالفا بيتا بروننج للتري للسيرش تري لانها ممكن تكون ضخمه، ونشوف كيف انه الفاينايت لوك اهيد اند الايفالويشن فانكشنز اللي بدها تصير عندنا. بشكل عام يا جماعه الخير لما نتكلم على الستيت اوف ذا ارت، انا من عندي من كثير من الالعاب المشهوره جدا وبتشتغل الكمبيوتر او لها امبلمنتيشن بالكمبيوتر اليوم، اللي هي التشيكر او الدومينو، ومعقولها طبعا كل نتكلم انه كل لعبه من هذول الالعاب لها قواعدها الثابته، ومن ثم اللعبه هذه لازم تلعب السيستم يكتسب او يتعرف على الرولز تبعتها، ويصير الستيتس تحاكي الرولز اللي موجوده عندنا. قلنا الدومينو، عندنا الشطرنج او ما تعرف طبعا، هل التشيكر التشيس او الشطرنج، الجو طبعا الجو من الالعاب الصينيه والمعقده يمكن تكون الاكثر تعقيدا كمان من الشطرنج، في عندنا الباكمان، وفي عندنا التيك تاك تو او اللي احنا بنعرفها بالاسم اكس او جيم. وحتما بنعرف على بنتعرف على بعض على الالعاب الموجوده. انا بالنسبه لي ممكن الشطرنج بتذكر منها كويس، الاكس او بعرف العبها زي حالاتكم، الشطرنج اوكي بعرف العبها، الباكمان انه انا بدي اجمع اكبر عدد من النقاط واحاول اتجنب الجوست
لا يقولون القوس صحيح ما عندي خبرة فيها أو ما عندي فيها علم، لكن تعد إلى الآن ما زالت من أصعب الألعاب، خصوصا لو بالنسبة إلى لو نظرت لعدد النقاط اللي موجودة أو حجم البورد مقارنة بحجم الألعاب الثانية، لا الأمور شوية بتكون أصعب. بالنسبة للتاريخ اللي عشان نفهم كويس، أو من أقدم الألعاب اللي هي لعبة الدومينو، زي ما قلنا في 1950 كان في عندنا أول جهاز كمبيوتر بحاول يلعب اللعبة الموجودة. في 59 الكمبيوتر هذا أو البرنامج هذا سيلف توت بروجرام كان ممكن يتعلم اللعبة وتعلم قواعد اللعبة. في 94 لاحظوا أنه بعد 44 سنة الديفيت الكمبيوتر هذا غلب الإنسان اللي موجود أو الكان اللي بيلعب اللي موجود عندنا هان. في 2007 قالوا إنه الجيم هذه سولفد. إيش يعني سولفد؟ يعني أصبح الآن فيش مجال الكمبيوتر يتفوق فيها على الإنسان حتماً. تمام، بعد ما قدروا يحصروا من خلالها 39 تريليون ستيت. 39 تريليون ستيت، يعني فعليا ما فيش ستيت في اللعبة هذه تقريبا إلا غير تم حصرها ونحطت في داتابيز ضخمة جدا. وهذه الجيم يعني هذه الستيت كانت كفيلة إنها تفوز أو خلينا نقول تمكن الكمبيوتر أو البرنامج من الفوز في اللعبة هاي. وعشان هيك بنقدر نقول إنه والله اليوم لعبة الدومينو لا أي تقريبا أي برنامج حيكون يتفوق على أي لاعب ممكن يكون موجود من العالم البشر، لأنه فعليا إحنا كبشر قدرتنا على خلينا نقول تربيط الأشياء ومتابعتها ممكن نقول والله محصورة. يعني بجي بقول والله أنا ممكن أميز العناصر بين لخمس أشياء وتفريعاتهم، طب والتفريعات تبع تفريعاتهم لو بدها تروح لحد كم ليفل ممكن أنا أتبع، فالأمر شوية بيكون صعب. بالنسبة للشطرنج، بداية الشطرنج كانت من في تفكير في اللعبة من 45 للستينات، وفي محاولات كثيرة تم الشغل عليها. التحسين صار على الموديل في الستينات وصار في عندي التحسين نوعا ما. في 1997 لاحظوا احنا جماعة الخير احنا بنقولنا هان في عندنا تقريبا اخذنا 44 سنة تمام لحد ما الكمبيوتر تمكن من حل المشكلة. هان من 45 لل 97، يعني احنا لو بنتكلم خمسة و يعني بنتكلم عن 52 سنة لما قدر الكمبيوتر تبع شركة اي بي ام اللي هو الدي بي بلو يهدم كاسباروف اللاعب الروسي المشهور في الشطرنج. لكن تبقى اللعبة ما زالت الستوك فينيش ريتنج، طبعا اللي بتكلم هذه على القيم في 2021 انه في القيم الكمبيوتر حصل على 3551 نقطة، في حين انه موغان سكارلسن حصل على 2800. فالنقاط لسه ما زالت متقاربة وممكن الإنسان الخبير يجيب سكور عالية، لكن في الآخر تبقى أنه فعليا السيستم هاي ليش لم تحل المشكلة هاي أو لم عدوهاش تم حلها، على الرغم أن الكمبيوتر أنه فعليا وصل لحل محترم فيها أو تقريبا بفوز في كل الألعاب إلا مع الإكسبرت ممكن ياخذ وقت طويل او ممكن يتعقد او بلاش نقول المصطلح يتعقد بيقف بدون ما الا غير انه في معظم الاحيان سجلنا عليه فوز بصعوبه خلينا نسميه. السبب انه والله الستيتس الخاصه بالشطرنج كبيره جدا، زي ما كمان شويه حنشوف حوالي 35 و100 او حاجه زي كده يعني. وبالتالي أنا في عندي مشكلة كبيرة في أن أعمل أن أنا فعليا أجمع الستيتس الخاصة بالشطرنج في لعبة أو في داتابيز واحدة. الجو بدت اللعبة من 1968 بدوا يشتغلوا عليها، لربما
انه والله السبب انه كان انه الجيم مش مشهوره كتير زي ما قلنا، والالعاب دائما الصينيه تكون محصوره او مغلقه عاده. الفكره انه في فيها البرانشز عدد البرانشز اكثر من 300 برانش في النود الواحده، وبالتالي العدد هذا ضخم جدا. انا الصحيح حتى كمان جماعه الخير هان الفاكتوريال 300 هل هي 300 وهذه علامة تعجب على كبر الرقم، ولا هي 300 فاكتوريال؟ في كل الأحوال الكتاب أو الكتب اللي دورت عليها ما كانتش، بس خلينا نتكلم، نتكلم هذه علامة تعجب. وبالتالي احنا نتكلم على عدد البرانش أكبر من 300. انت تخيل كل نود ممكن يتفرع فيها 300 برانش، كيف بده يكون حجم التري اللي موجودة عندي هان؟ من 2005 صار في عندي بعض الاد هوك او بعض الترايل، تمام، النوفيس ليفل في المبتدئ وما زالت مستويات مبتدئه، لحد 2014 صار في عندي المونتي كارلو سيرش تري، تمام، وصار في المستوى ها احنا خلينا نقول اكبر من العادي. وفي 2017 الالفا جو في الهيومن غلب الانس غلب البشري، نعم، في مباراة دولية خلينا نقول كأس العالم. إلا غير إنه ما زال إنه فعليا اللي يتفوق، أو خلينا نقول ما بنقدر نقول والله إنه السيستم بدأ يتفوق على الكمبيوتر بشكل كامل أو الآلة، لأنه الأداء لسه ما زال أضعف من الشطرنج فعليا. الباكمان وهي حكون فيها حديث كثير، هي ما زالت كمبيوتر، اللي هي لعبة بالكمبيوتر بالكامل، تمام، ليست محاكاة للعبة بشرية معروفة مسبقا، وإن كانت قديمة إلا غير أنه ما زال فيها تحديات كبيرة. بتمنى تكون الهيستوري هاي واضحة بالنسبة لإلنا أنه كيف فعليا التدرج الكمبيوتر عشان ينجز في مجال ما في موضوع الألعاب بالتحديد بيحتاج إلى وقت، ووقت طويل جدا ليتعلم على خلاف البشر. لما بدنا ننتقل الآن للtype of games، طبعا لما بتكلم جماعة الخير بتكلم على الgame، بتكلم أنا في عندي environment فيها أكثر من agent، في environment أكثر من agent، وعادة المحاور تبعت الenvironment تبعتي هل هي deterministic ولا stochastic. deterministic محددة يعني معروفة كل خطوة إيش اللي بده يصير فيها، مثل الشطرنج أو XO، ولا ستوكستيك ممكن يكون فيها العشوائية أو راندومنس زي ما بنتكلم والله على ورق الشدة، أو نيجي نتكلم على رمي حجر النرد أو ما شابه. بيرفكت انفورميشن يعني المعلومات عن الانفايرومنت هذه متكاملة، بمعنى آخر هي فولي اوبزيرفابل ولا لا. طبعا لما انا بتكلم جماعه الخير على الشطرنج او على اي لعبه من الالعاب الموجوده اللي احنا عرضناها سابقا، بما انه انا بشوف اللوح قدامي، بشوف حدود اللعبه بالكامل، وبشوف كل الموفمنت اللي ممكن تصير، تمام، معناته هي فولي ابزورفبل، وبالتالي الجيم انا ممكن يكون اداء افضل. قديش عدد البلايرز اللاعبين اللي موجودين عندي هان؟ هل اللعب بالتناوب، بأخذ الأدوار بالتناوب turn taking or simultaneous أو بشكل متزامن؟ طبعا لما أنا بتكلم على الشطرنج وبتكلم على الـ XO، بتكلم على لعبة الشدة، بنتكلم والله الـ turning بالدور، كل واحد يلعب بدوره. لكن لما باجي بتكلم على الـ counter strike أو بتكلم على الببجي، بتكلم قاعد على simultaneous، كل واحد بيلعب في نفس الوقت. الشغل عامل المحدد الأخير اللي موجود عندي هان، الجيم هذه هي زيرو سم، بمعنى آخر هل النتيجة لازم يكون في عندي win ولوز، ولا ممكن يكون في عندي تعادل، تمام. الآن إذا اللعبة هاي برضو معايير مهمة جداً، ليش؟ لأنه إذا كنت والله أنا بتكلم على الزيرو صم، معناته أنا الميكد، لنفترض أن والله في أنا عندي 10 نقاط وفي عندي 2 كومبتيتر متنافسين اثنين، الأول جمع 7
الثاني حتما تجميعته ثلاثة وبالتالي هذا الفائز. طب لو هذا جمع هذا، دائما أي نقطة بلس هان بأي على أي طرف معناته الطرف الثاني مباشرة أخذ إيش؟ أخذ ماينس أو فقد نقطة، خلنا نقول من أحقيته في الفوز باللعبة اللي موجودة عندنا. وبالتالي أي جيم هذه هي محدداتها، نتكلم على ستاتستيك ولا الديترمينستيك، الفولي اوبزرفابل ولا بارشلي اوبزرفابل، عدد البلايرز الموجودين، سيميلتينيوس ولا تيرن تيكينج، والعملية السكورينج زيرو سام ولا كيف وضعها. طبعا مع هذا الكلام يقتضي انه احنا بحاجة الى الجوريثم يحسب الكونتينجنت بلان، او خلينا نقول خطة الطوارئ او الخطة الاحتياطية الاستراتيجية تبعتي او البوليسي تبعتي، اللي هي المفروض ريكومندز موف فور ايفري بوسيبل eventually eventuality، اللي هي المفروض خطة الطوارئ ان شئنا نسميها هاي يا جماعة الخير. ليش سميناها خطة الطوارئ؟ وهذه وايش مهمتها؟ خطة الطوارئ لانه انا الانفايرومنت تبعتي هذه دايناميك، المفروض إن شئت أسميها دايناميك. ليش؟ لأنه فيها عندي other agents، acts، acting. في عندي مجموعة من الـ agents أو في عندي agents آخرين بيأثروا فيها. وبالتالي مع كل event، كل state جديدة بناء على حركة الـ agent أو الـ other competitive الـ opposite agent، انا بدي اشتغل على اعمل ريكومنديشن لموف جديده بناء على كل حركه موجوده عندنا. ستاندرد جيم يا جماعه الخير او ديترمينستيك، لما بتكلم على ستاندرد جيم معناته انا قاعد بتكلم على ديترمينستيك فولي اوبزرفابل تو بلايرز مش اكثر، تيرن تيكينج والزيرو سم سكورينج. وبهيك بصير هذا ستاندرد جيم، هذا الستاندرد جيم عشان اقدر اعمل فورميليشن للعبه اللي موجوده عندنا. طيب عاده احنا هنا بنهتم دائما يا جماعه الخير انه انا بدي اشوف الايفالويشن فانكشن، كيف بدي اطور ايفالويشن فانكشن او اصممها بناء على الحاله اللي موجوده عندنا. الآن عشان أقدر أعمل game formulation أنا بيلزمني أنه يكون في عندي دائما initial state. الآن لو أنا أخذت مثلا، لأنه الأسهل حتكون إلنا الآن، لو أنا افترضت أنه لعبة الـ XO، إيش الـ initial state؟ هي initial state الـ board is empty S0 initial state. وهلأ بنتكلم على الـ initial state أنه لازم يكون في عندي الانيش ستيت انا بدي اتحرك من خلالها او تبدا اللعبه من خلالها. الانيشال ستيت في الشطرنج او في الدومينو بتكون الاحجار مصفوفه كل حجر في مكانه تمام. في الشطرنج بكون في عندي زي ما شفنا سابقا احنا هان في على لوح الشطرنج بتكون في عندي انا والله الاحجار مصفوفه بالشكل هذا، الصف الاول بدا بالقلعه، الحصان، الفيل، وزير، ملك، فيل، حصان، قلعة، وقدامهم صف من الجنود، واللوح الثاني أو الايجنت الثاني ماخذ نفس الأعداد، والتوزيعة هذه هي التوزيع الأساس. الآن كل جيم من الجيمز هاي فعليا إلها الستيت الانيشال ستيت الخاصة فيها. البلايرز هنا بنتكلم جماعة الخير إنه كل بلاير بده يتحرك في الجيم هذه، بدي احدد البلايرز مين هم. الاكشنز، ايش الاكشنز اللي ممكن ينفذها البلاير بناء على الموف. طبعا لاحظوا انا دائما ستيت، دائما بتكلم على ستيت، تمام؟ ليش؟ لانه فعليا البلاير هو اللي بده ياثر في حاله، بده يدرس الحاله وياخذ اكشن عشان يعمل حاله جديده عندي. الترانزيشن موديل المقصود فيها فانكشن بتنقلني من الكرنت ستيت ل new state بناء على مين؟ بناء على الاكشن اللي موجود هان. الاي معناته هان الاكشن،
والاس هذه اللي احنا بنسميها الستيت. وطبعا دائما بترجع لي بايش؟ بالستيت. التيرمينال تيست، التيرمينال تيست هي عباره عن الستيت اللي انا فعليا دائما بدي افحصها، او اللي لو احنا بدنا نمثلها بالشجر حتكون عباره عن ليف عندي هان في الاخر، اخر حاله انا ممكن اصلها لايش هي، تمام؟ لما انا بدي امثلها على الشجره. والتيرمينال فاليو هي عباره عن اليوتيليتي عشان تديني شو الستيت تبعت البلاير اللي موجود عندي هان، البلاير او الستيت والبلاير، لانه كان في عندي تو بلاير، قديش حياخده او قديش قيمه. طبعا اليوتيليتي زي ما احنا بنعرف هي عباره عن النيوميريك فانكشن بتديني قيمه ثابته او قيمه معروفه للستيت الموجوده عندي هان. لنفترض انه انا والله في عندي تو يوزرز، التو بلايرز مع الاكس او اللي موجودين، هذا اكس وهذا او، والان اكس اكس او. الان هذه الستيت للاكس قديش قيمتها؟ ليكن مثلا 2، وهذه الستيت للاو قيمتها 1 مثلا. وبالتالي التيرمينيت فاليو هي عباره عن اليوتيليتي فانكشن اللي بتديني القيمه الخاصه بالفانكشن او بالكرنت ستيت لليوزر اللي موجود عندي. او بحب نقول انه جاست يوتيليتي بناء على الستيت لما بكون في عندي البلاير ديسيجن ات ذا روت، لما بكون البلاير هو بيمثل الروت او هو اللي بيلعب. الان عشان نفهم صوره الزيرو سم، لانه هذا هو محور الشابتر اللي موجود عندنا هان، او الجيمز اللي موجود عندنا هان، لانه احنا بنتكلم على ستاندرد جيم، وقلنا ستاندرد جيم ديترمينستيك اوبزرفابل تو بلايرز تيرن تيكينج والزيرو سم. اخر حاجه اللي احنا بدنا نفهمها الان الزيرو سم اللي موجود عندي هان. لما انا بتكلم على الزيرو سم معناته الايجنت هاف اوبوزيت يوتيليتيز، معناته كل واحد في له اهداف خاصه بده يسويها، وهيك بصير في عندي انا كومبيتيشن ما بين الايجنتس، وبالتالي الفانكشن او الجيم تبعتي اذا انا بعمل ماكسمايز لواحد معناته الثاني بنعمل له مينيمايز. بتكلم على اليوتيليتي زي ما قلنا، إذا أنا والله عندي هان زيادة، الزيادة تعني إيش؟ إنه الثاني خسر، لأنه مكسب واحد معناته خسارة الثاني للمكسب اللي موجود عندي هان. كذلك في ممكن يكون في عندي أنا جنرال جيمز، بحيث إنه يكون في عندي الإيجنت هاف إندبندنت يوتيليتيز، إندبندنت كل واحد إيش؟ مستقل بالفانكشن تبعته. ممكن وهيك بصير ممكن يصير في عندي انا كوبريشن او انديفرنس كومبيتيشن تنافسي او شيفت اليانسز اند مور بوسيبل. طبعا هذا لما اتكلم على الاندبندنس يا جماعه الخير قاعد بتكلم لما بكون في عندي البلايرز وبدهم يلعبوا ضد بعض. الان لما بتكلموا بنلعب ضد بعض معناته احنا بنتكلم انديفرنسز او بنتكلم على كومبيتيشن في تنافس، ومين بده يحصل مثلا في الببجي لما بيعمل روم او زي ما بنسمع من انا بسمع عن اولادي بس بعرف بلعبهاش، لما بتكلم على السنايبر روم او السنايبر روم غرفه للقنص بيكون هذه بين اثنين، والان الشاطر فيهم اللي بده يقصي الثاني بالاعتماد على القناص. الان هذه الكومبيتيشن، لكن في نفس اللعبه ممكن يكون انا في عندي والله التيمز، والتيمز هذول تشكلوا مع بعضهم. لما بتكلم على الكوبريشن خلاص التيم هذا كله اما بده يفوز او بده يخسر. الان لما بتكلم على شيفت اليانسز معناته انا التيم هذا ممكن ينقلب على بعضه، وهنا احنا بنسميها احنا التحالفات. الان انا بقدرش النازلين مثلا 5 في الجيم او 6 ضد بعض، ممكن اكس وواي يتفقوا انهم يلعبوا الان مرحليا، وبعد ما يخلصوا على الاربعه اللي موجودين في الكومبيتيشن الاثنين بتنافسوا فيما بينهم مين يفوز بالجيم اللي موجود عندنا. وبهيك بتصير البيئه اللي عندي بتختلف من مكان لمكان حسب طبيعه الجيم اللي موجوده عندي هان. وطبعا لما احنا بنتكلم على adversarial search، عفوا adversarial search، انا بتكلم على
في البحث في حال وجود الكونفليكت. أو الأوبوزيت في حال وجود الخصوم. معناته أنا بدي أصير أعمل في حسابي أنه أنا لو أي حركة بدي أعملها خصمي شو بدي يساوي في المقابل. هل خصمي أنا بدي أصير وبدي يبدأ التحليل بالشكل هذا يا جماعة الخير. لاحظوا الهان أنا قاعد بفكر أوكي أنه هذا بدي يأخذ أكشن. لو هذا أخذ أكشن معناته أنا بدي أخذ الأكشن هذا عليه، والأكشن هذا بدي يعتمد عليه كمان أكشن، وبالتالي أنا عشان هيك بدي يكون في عندي adversarial tree، أو بدي يكون في عندي تري والتري هذا أطبق عليها adversarial search. يعني بدي أراعي الوجود الخصم في اللعبة اللي موجودة عندها. طبعا إحنا تكلمنا سابقا في موضوع البحث بشكل عام، قلنا في عنا الـ uninformed من باب التذكير informed search، وقلنا فيه هذه الـ first الـ breadth first search، الـ depth first search، والـ uniform cost search، وبعد هيك تكلمنا على الـ informed سيرش، اتكلمنا على الـ A star بالتحديد والجريدي، لكن احنا اتكلمنا على الـ A star. اليوم حنتكلم على الـ adversarial search ان شاء الله تعالى. الآن لو احنا افترضنا انه لما بكون انا في عندي لاعب واحد فقط، وهنا بتكلم على single agent، التري تبعتي هي في الروت، انا الآن في عندي two actions، اما بدي اتحرك باتجاه الان في الوضع الستيت الحالي، هاي هي الستيت او الانيشال ستيت. الان هذه الستيت بما انه انا هان، اما بتحرك يمين باتجاه الوايت دوت او بدي اتحرك يسار، مظبوط؟ طيب تمام، تحركت، اذا انا تحركت لليسار، انا تحركت لليسار، معناته كمان من الحركة هاي ممكن أتحرك كمان مرة لليسار أو أتحرك لليمين. وهذه وهي البرانشز اللي بتصير فعليا. أنا هان مع السنجل ستيت معناته أنا هان رحت رايت أو ليفت، وهذه رايت، هانا ليفت أو رايت. لاحظوا أنا بتكلم ما زلت في نفس النقطة اللي أنا موجود فيها، أنه أنا دائما بأشتغل ضمن الانفايرومنت اللي موجودة عندي. الآن هاي الحركة تبعتي، قديش مقدار الحركة تبعتي؟ وان ستيب، معناته كل الكوست تبعت كل واحدة عبارة عن وان ستيب. وان، لو أنا سألت يا جماعة الخير الآن في الوضع الحالي امتهان، وين بك تروح؟ وين بتفضل تروح؟ أو وين بتفضل تروحي؟ هدفي eat أو eating the white دوت، وكل ما أكلت من الوايت دوت هذول من النقاط الأكبر بحصل على سكور أعلى. ممكن تقول لي وين بدك تروح؟ هتقول لي أنا والله أوكي بدنا نروح على اليمين لأن هذه بتوديني أفضل. طيب وبعد هيك هروح على اليمين كمان مرة عشان أنا أصل البوزيشن تبعت النقطة اللي موجودة عندها. وبالتالي إذا الآن في ال في الـ adversarial search لازم يكون في عندي utility function زي ما قلنا هان، تمام، تقيم الterminal state أو تديني الفاليو اللي موجودة عندي هان. فالرسمة أو في التري اللي موجودة عندي هدول terminal، انا بحتاج الى تيرمينال او التست ستيت، او احنا سميناها تيرمينال تيست عشان تديني قيمه. فالتيرمينال تيست هان بترجع لي زي ما قلنا جماعه الخير هي عباره عن يوتيليتي فانكشن، بتديني 8 افضل قيمه، اعلى قيمه، تمام. طيب الان لهاي اذا كانت هذه 8 هذه قديش يا جماعه الخير؟ أنا بتكلم إحنا هان في النص مباشرة، معناته أنا بتكلم على 4، وإذا كانت بدها توجه هيك تمام معناته أنا الآن من 4 إلى 6 حسب الحركة اللي أنا بدي أمشي فيها، تمام.
طيب هان هاني برضو أنا في الوسط من 4 لـ 6 تيرمينال الفانكشن المفروض ترجع له بقيمة بواحدة من القيم الموجودة التيرمينال تيست عفوا، لكن هان أنا هنا لو بدي أتحرك قبل ما أصير هان من صفر ل هاي صفر ولا لا موجودة في أقصى يعني هذه أبعد ما يكون عن الحاجة الموجودة، وبالتالي ممكن أقول أنا من 0 لـ 2 أو من 0 لـ 4 لأنه أنا ما وصلتش النص حتى، وعشان أنا أرجع بدي في قدامي خطوتين يعني أنا ما زلت في الربع اللي موجود عندنا هان، وبالتالي أنا قاعد بأتكلم أنه القيم تبعتنا تبعت كل ستيت أو التيرمينال تيست لازم تديني قيمة لكل حالة من الحالات اللي موجودة عندي على التري. طبعا النقاط هاي بتقول أنا في عندي كل واحدة في إلها value مستقل. طبعا لما أنا بتكلم على الـ value of the state معناته بتكلم على الـ outcome أو الـ utility from the state الـ best achievement. إذا كانت هذه القيمة تبعتنا إحنا الآن أو أنا هذه terminal state تبعتي اللي هي بتسميها احنا الوين ستيت تمام تيرمينال ستيت الموجوده عندي هان. في النون تيرمينال انا دائما بدي ادور على الماكس للسكسسور ستيت بدور على الماكس للسكسسور ستيت. في التيرمينال ستيت انا في عندي قيمه معرفه تمام دائما بتكون موجوده، لكن في حاله انه انا في النون تيرمينال معناته انا بحاجه اني اعمل برانشينج امشي مع البرانش. مين اللي بده يحدد وين انا بدي امشي؟ الفانكشن اللي اسمها الماكس وهذه الماكس لمين؟ للفاليو تبعت السكسسورز للنكست ستيت اللي موجوده عندي. وبالتالي احنا الان هنا دائما بدي اقرر وين انا بدي اروح يمين ولا شمال، يعني لو انا كنت في الستيت هاي يا جماعه الخير الماكس للسكسسور وين بدها تكون؟ في عندي هنا 2 وعندي هنا 6 معناته انا لازم اروح باتجاه مين؟ باتجاه الستة، لأنه لو أنا بدي أخذ الماكس ما بين 8 و6 2 و0 وأروح أخذ الماكس الهان، وبالتالي أنا دائما بحدد الماكس هنا معناته 4 و6 معناته هنا 6 وهنا 8 معناته حروح أنا باتجاه 8 بكل بساطة لو أنا بدي أفكر في الموضوع هذا. عشان ما يفوتنيش في شغلة مهمة جدا يا جماعة الخير، إحنا لما نتكلم هان على الفورميوليشن زي ما قلت قبل شوية أهم شيء في اللعبة إنه أنا أقدر أعمل فورميوليشن بشكل كويس. إذا أنا عملت فورميوليشن بشكل كويس من خلال النقاط حددت الانيشال ستيت ومين هم البلايرز الموجودين عندي وإيش كل أكشنز اللي ممكن يقوموا فيها والترانزيشن مود اللي هي الفانكشن اللي بتعمل ديني نيكس أو سكسسور ستيت بناء على الستيت اللي موجودة عندي هان التيرمينال تيست تمام والتيرمينال فاليو عشان انا ايش ادور عليها. التيرمينال تيست هي عباره عن مقارنه تو التارجت ستيت اس هل انا وصلت ولا ما وصلتش للحاله اللي موجوده عندي. الان في التيك تاك تو او الاكس او زي ما احنا بنسميها الان لما بيلعبوا اللاعب الاول زي ما قلنا الوايت بورد قدامه لو انا بدي ابني الشجره لها الوايت بورد قدامه فاضيه تمام. فالان الاكس بيختار له الحريه يختار في اي مكان عشان هيك الاول دائما له افضليه. الان الثاني قلت افضليته تمام قلت الافضليه تبعته فهو بده يعبي تبع ياخذ الاكشن بناء على الاكشن اللي اخذه اللي قبله الماكس. الآن لاحظوا معايا يا جماعة الخير إنه هان في الإكس كم برانش ممكن يكون موجود عندي هان. الأو ممكن توضع في كل الخانات التالية هان أو 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 هان. معناته أنا بتكلم عن الحالة هذه تقودني إلى 8 states مختلفات ما كل واحدة من 8 والإيت اللي وراها بتقودني ل 7 وال 7 اللي وراها بتقودني ل 6 وال 6 بتقودني ل الى اخره من النقاط. لانه كل وحده انا باشتغل عليها بتقودني انه التري، وبالتالي التري تبعتي هذه ممكن تكون تو لونج
أو 2D بتري، بلاش نقول too long، 2D بتري. ممكن التري تبعتي تكون عميقة جدا وتظهر فيها مشاكل في التتبع. في الآخر، في الآخر أنا حوصل، حوصل تيرمينال، والتيرمينال هاي تيرمينال ستيت، طبعا نتكلم على تيرمينال، التيرمينال تيست أو تيرمينال، والتيرمينال بدل زم تيرمينال تيست بدها، بدها فحص، وفي عندي يوتيليتي. الآن إيش بتقول لي هاي؟ إنه الإكس خسر والأو كسب زيرو. هي هي مهمة اليوتيليتي، تمام؟ إنها ترجع لي التيرمينال يوتيليتي، ترجع لي بقيمة اللي بتفحص لي الستيت هاي وإيش قيمتها. لأن زيرو إنه اللعبة خلصت، زيرو صم هاي الجيم تبعتنا، وبلس وان معناته الإكس حققت من الفوز اللي موجود عندنا في اللعبة بناء على البرانش. طب كيف السيستم بيبدأ بيشتغل؟ بيشتغل مع كل، بيبدأ يرسم التري وبيجهز التري، وبناء على طبعا بجيب كل حصر لكل ستيت بيبني التري، وبناء على الاكشن تبعت الكومبيتيتور او تبعت الاوبوزيت ايجنت بتم اتخاذ انه انا بدي اروح على اي برانش موجود عندنا. طيب من الالجوريثمز الموجودة عفوا بشكل كويس عندنا هان، اللي هي الميني ماكس فاليو او الميني ماكس الجوريثم. اوكي الميني ماكس الجوريثم، الجوريثم او الميني ماكس فاليو. الان لاحظوا انا في عندي الان 2 دي ايجنتس مثل ما كان في عندي هان في اكس او. الان في عندي 2 ايجنت موجودين عندي في الباكمان، الباكمان مين في المقابل؟ في عندي الجوست الشبح، هذا هو البلاير الثاني. الستيت الزرقاء بتمثل الباكمان تيرن، والحمراء بتمثل الجوستر، تمام؟ معناته هذه هي الكرنت ستيت، هذه الكرنت ستيت. والاكشن لمين؟ التيرن لمين؟ الباكمان. الباكمان اما بده يتحرك بناء على الانفايرومنت لليسار او بده يتحرك على اليمين، وكل وحده لها ايفالويشن خاصه فيها من خلال التيرمينال او خلينا نقول الستيت ايفالويشن. اوكي الان اذا قلنا الستيت تبعتنا هيها 8 هان للتيرمينال ستيت ايفالويشن ناقص 10 5 ناقص 8، هذول التيرمينال ستيت اللي موجودات لعنا. الان بدنا نشتغل دائما يا جماعه الخير. انا في عندي اختياري لما بتكلم هان، لما يكون في عندي تو كومبيتيتور اختياري تبع لحالتين. اختياري بده يعتمد على maximize mine، بده يزيد من نصيبي، تمام؟ وminimize the opponent أو خلنا نقول المنافس، تمام؟ الآن يعني لما أنا بدي أشتغل، لما بدي أخذ قراري دائما في أي لعبة فيها كومبيتيتور، قراري مبني على شغلتين، إنه الخطوة تبعتي بدها تقلل من فرصة العدو، تمام؟ أو فرص، بلاش العدو عشان من مش في حرب إحنا، فرصة المنافس وتزيد من فرصتي. عشان هيك في الحالة هذه لما بدي يكون التيرن لهان بدي أعمل حسابي إنه الحركة تبعتي مينيمم نود، وبالتالي أنا بدي أخذ الأقل. الآن أقل سالب 10، تمام؟ وهان سالب 8. طيب الآن لما بيجي دوري أنا بدي أختار، بدي أخذ الماكسيمم، وبالتالي أنا حختار سالب 8.
وبالتالي انا هيك بامشي مع التري اللي موجوده عندنا. بتمنى تكون الكونسبت واضح. في الميني ماكس فاليو او الميني ماكس الجوريثم، الفكره فيها دائما انه انا بدي ازيد من فرصتي واقلل من فرصه عدوي، وبالتالي باخذ الستيت تبعت الكومبتيتور تبعي بالمينيمم وباخذ الماكسيمم لحالي، الماكسيمم لإلي والمينيمم لما بدي اخصص values، بخصص المينيمم بناء على الماكسيمم، عشان هيك اسمها ميني ماكس، ميني ماكس. وبالتالي انا باشتغل في البرانش اللي موجود عندي هان، باشتغل في البرانش اللي موجود عندي، بروح على الثمانية ومن ثم انا بدي اروح، لانه ممكن تكون عندي فرصة النجاح من الجوست تكون عندي افضل او اكثر اهمية. الميني ماكس الجوريثم تشوز اكشن ليدنج تو ستيت وذ ماكسيمم فاليو، بما انه انا دائما بتكلم على ستيت معناته انا بدي يكون الاكشن تبعي يروح يوصلني لستيت تعطيني الماكسيمم ماكسيمم فاليو. Assume all futures move will be optimal، وكل الحركات المستقبلية بدها تكون optimal. هذا بقال دي rational agents rational against rational players، معناته rational بدها تكون في عندك تفكر بعقلانية ضد البلاير اللي بفكر بشكل منطقي بشكل في المقابل. الـ implementation الـ minimax decision بترجع لي action، الاكشن بدي اروح طبعا هو اروح على اليمين ولا اروح على اليسار. Retain the action in actions من واحدة من الليست with the highest minimax value للstate اللي موجودة عندنا هان. المينيماكس فاليو بتقول لي لو كانت terminal test معناته ارجع لي بالutility، لو كان البلاير state معناته اللاعب انا معناته بدي اروح اقول له الريتيرن الماكس الاكشنز ماكسمايز فاليو الماكسيمم فاليو، ولو كان البلاير معناته الاخر معناته بدي اشتغل على المينيمم اللي موجود عندها. ثم عشان نعمل جنراليزيشن للميني ماكس المفروض انه احنا بدنا نفهم بشكل كويس ايش الكونتنت اللي موجوده عندنا. اعتقد انه هنا في عندي سلايد مفقوده، خليني اوقف التسجيل بعد اذنكم عشان بدي اوضح شغله مهمه هان. الان عشان نعمل جنرالايز معناته دائما لازم اكون عارف if the game is not zero sum or has a multiple players، لازم هذا اكون عارف ايش بيكون في عندي هان. بالجنراليزيشن معناته انا بدي اعمم يكون في عندي هان. التيرمينالز هاف تابل، مش بس بير، لا تابل، والتابل ممكن يكون في عندي مجموعه او ست فيها اكثر من فاليو. النود فاليو ار اولسو يوتيليتي تابلز، والفاليو كمان هي عباره عن يوتيليتي تابل. اليوتيليتي بترجع للتابلز الموجوده. each player maximize its own component، وهذا هو المبدا اللي احنا بنتكلم عليه دائما في الموضوع المينيماكس الجوريثم. can give rise to cooperation and competition dynamically، ممكن يكون في عندي التعاون والتنافس كذلك بشكل تلقائي. خلينا نيجي نشوف انه لو كان انا في عندي في اللعبه 3 agents 2 ضد 1 حتما انا حخسر، انا تفكير 2 غير عن تفكير 1. هنا عندي هان في التري. طبعا شوفوا جماعة الخير لما انا باشتغل او في كل ليفل، طبعا لما اتكلم ملتيبل بلاير احنا قاعدين نتكلم على تيك تيرن، خد دورك او تيرن تيكينج. الان لو كان في عندي انا 3 بلايرز باكمان و2 ghosts، ghost 1 G1 G2 وهنا الباكمان الان، وهذه هي الليفز اللي موجوده عندي هان. لما انا بدي اخذ او بدي احط في التري تبعتي العناصر اللي بتهمني
العناصر اللي بتهمني بدي أخذ المينيمم للآخرين. الآن واحد وصفر صفر، واحد وصفر صفر، سبعة وستة بما أنه هذه بتهمني أنا فحاخد إيش؟ السبعة. هاي النود الأولى اللي عندي هان. الثانية هان نفس الكلام، تسعة وتسعة حاخد تسعة وثمانية حاخد ثمانية، تسعة وثمانية حاخد ثمانية، صفر وواحد حاخد الواحد، لأنه أنا كمان مرة بعمل to maximize my own minimize others. الآن قلنا هنا تسعة وسبعة سبعة سبعة اثنين، وهان صفر صفر ثمانية. طيب لما بيجي للجوست هذا الآن، الجوست هذا شو بده يساوي؟ بده ماكسمايز اتس اون، وبما انه هدول التنين منافسين مع بعض يعني شغالين كوبريتيف او كوبريشن، معناته التنين بده يعملوا ماكسمايز تو ايتش. 8 او 0 او 0 و 8 حياخد 8 8 تو مينيمايز ماين 1. وهان 7 و 7 او 0 معناته 7 سبعة وصفر سبعة، اثنين وثمانية اثنين، واللي في الآخر هذا حياخد ثمانية ثمانية واحد. هذه التوزيع يا جماعة الخير ما بتتم أو ما بتصير إلا لما أنا أكون فاهم الشغل اللي عندنا هذا كويس، إنه كل واحد each player maximize its own component. هذا هو المبدأ الأساسي. طب ليش هدول التنين مع بعض هدول التنين اختاروا زيادة؟ لأنه هدول بمثلوا بالنسبة لإلي one team أو بتكلموا cooperative agents. وبالتالي لما أنا بدي أبدأ أشتغل، أنا بدي أبدأ أشتغل الآن، أنا حنا هينا في الروت موجودين هان. الآن الagent وين حيروح؟ حيروح باتجاه الستيت اللي موجودة عندي هان. طيب وبعدها حيروح على الستيت، لأنه هو في الأول اختار الأكبر اللي له. الآن بما أنه أنا دوري الآن هان الأكبر بالقيمتين، حيروح باتجاه الأكبر. لكن الميني ماكس إفشنسي اللي فيها مشكلة فعليا الهوستد مستنزفة للريسورسز اللي موجودة عندنا هان، بسبب انها بتعتمد الدبث فيرست سيرش او بتشابه الدبث فيرست سيرش، وبالتالي الكمبلكسيتي للتايم بيج او اوف بي اوف ان. قلنا البي الام هي عبارة عن عدد الليفلز الموجودة، والبي البرانشز اللي موجودة عندي. وبالتالي لو كنت انا بتكلم في الشطرنج زي ما قلنا سابقا، معناته عدد الان في عندي 35 برانش تقريبا، وفي عندي عدد الليفل تبعتها 100، بالتالي انا كان الدبث طبعا هنا الام بتمثل 100، وبالتالي بتكلم 35 اس 100، وهذا تقريبا الحل هذا انفيزبل او انفيسبل غير مجدي مطلقا. لكن بضل يبقى انه هذا الحلول هذه قدرتها على اكثر. لكن كيف الانسان بده يشتغل؟ الانسان فعليا ما بيقدرش يتعامل مع هيك امور. So how we do play chess. كيف احنا بنشتغل في تفكير الشطرنج؟ بناخذ وقتنا في اكثر في الشغل. انا هنا حوقف جماعة الخير عشان ما يطولش الفيديو، وحننتقل على الجيم بروننج. اذا مشكلتنا الان في الافيشنسي انه الشجرة too deep زي ما احنا شايفين، في عندي 100 ليفل، في عندي 35 برانش، معناته حجم الشجرة تبعتي 35 أسمية، وهذا الكلام ضخم، عدد النودز أو التفرعات اللي موجودة عندي ضخمة جدا 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 جدا، وبناء عليه أنا بدي نشوف حلول كيف ممكن أحسن من أداء التري اللي موجودة عندنا. الآن بدي أوقف الفيديو هذا ونكمل إن شاء الله في التسجيل اللي جاي. أعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله.